مواعيد وساعة الإخبارين من تلفزيون الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعون فيه. إجماع مطلق على أن حل الأزمة الليبي في أشغال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومة اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. والوزير الأول عبد العزيز جراد يجدد التزام الجزائر وسعيها لإيجاد تسوية سلمية في البلد الشقيق والجار. قافلة تضامنية لتقديم المساعدات والتكفل الطبي للعائلات المعوزة بالمناطق النائية بولاية المدية. والتلفزيون الجزائري يقف عند سير العملية بمنطقة ولاد معروف. وتتابعون أيضا الحديقة العمومية لمدينة سيدي بلعباس، فضاء إيكولوجي وفسحة للعائلات الباحثة عن السكينة والهدوء. بداية، خلصت أشغال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومة اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بالعاصمة الكونغولية برازافيل، التي شارك فيها ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلصت إلى إجماع مطلق على أن حل الأزمة الليبي. الوزير الأول كان قد أكد في تدخله أمس ضرورة تغليب الحل السياسي والسلمي في حل النزاعات ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، مجددا التزام الجزائر وسعيها إلى ضرورة إيجاد تسوية سلمية في هذا البلد الشقيق والجار. المزيد مع مبعوث تلفزيون توفيق عجلي. لم تختلف الرؤى في حل الأزمة الليبية عند المختصين، بل توحدت في اتجاه واحد هو الحل السلمي الليبي. ليبي أزمة طالما داها وتحركت بشأنها الآلة الدبلوماسية بعدما أخذت الأزمة منعرجا خطيرا استعمل فيه الأسلحة بأنواعها. ليبيا اليوم حسب المختصين لابد لها أن تجد توافقا ومسارا جديدا للحوار السياسي تذوب فيه كل نداءات الحرب، وأن تراجع حساباتها بما يتماشى والمواثيق الدولية. القادة الأفارقة يعني واعيين بالوضع، وكذلك مؤكدين على أنهم مستعدين كلهم باش يحاولوا بذل كل جهود لحلحلة الوضع في ليبيا. ولكن يتهيأ لي في الأخير الكلمة القاسمة ترجع للليبيين أنفسهم، يعني إذا كان هما في مستوى الحدث وواعيين بالأخطار التي تحدق ببلدهم، فأظن هما اللي ممكن يساعدونا حتى نساعدهم في الوصول إلى حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية. وبهذه المناسبة نحن في الاتحاد الأفريقي نثمن يعني الخطوة الإيجابية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في يعني إعلان استعداد الجزائر لاحتضان الإخوة الليبيين حتى نلموا شملهم. أزمة ليبيا أبعادها إقليمية. يرى المختصون أن الحل هو اعتماد حوار صريح تشارك فيه كل الأطراف، وأن تكون المصالحة بين الطرفين أقوى من لغة السلاح. نزاع ليبي لطالما نوقش على طاولات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول راعية لحل الأزمة، لكن القضية تراوح مكانها والخاسر الأكبر الليبيون أنفسهم. نحن ندعم كل الجهود وخاصة اللي تقوم بها الشقيقة الجزائر في البحث عن حل يكون حل كما قلنا سياسي سريع، ويتجنب به الإخوة الليبيين ما هم الآن فيه من مصاعب، وخاصة يعني إطفاء فتيل الحرب وتمكين كل الإخوان الليبيين للرجوع إلى طاولة الحوار. ماراثون اللقاءات بشأن حل الأزمة الليبية قد يتوقف إذا توحدت الرؤى الليبية أولا ثم الدولية في إنهاء النزاع وبعث دولة ليبيا كاملة السيادة من جديد.
في موضوع آخر، وكخطوة أولية عملية نحو إنشاء بنك خاص بالمؤسسة الناشئة، سجل صالون وتشغيل 2020 مشاركة قوية لهذه المؤسسات قصد تحفيز الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة وكذا استحداث مناصب الشغل. المزيد مع دليل الماضي. يعرف صالون التشغيل مشاركة مؤسسات ناشئة استطاعت خلق قيمة مضافة في مجالات عديدة وتكريس البعد الاقتصادي وخلق مناصب الشغل. المهمة تاعنا الأولى في إيكو أنه نعاونوا لي جان باش كيحسنوا من لا فورماسيون تاعهم، دونك يحسنوا من لا فورماسيون تاعهم ويزيدوا يطوروا من روحتهم. دونك إيكو واش تبروبوزي لهم؟ تبروبوزي لهم دي بورس باش كيروحوا يقراوا في ليترونجي. لوبجيكتيف تاعنا سيكو نفتحوا فروع ولائيه، دونك شاك ولايه نفتحوا فيها فرع. ليدي جينا من عند لو بارتيكولي، من عند لا بيرسون اللي تجي عندنا. اون فوا ولا اون ايدي دان بروجي كرياتيف اي رونتابل، ان بروجي كي بارتيسيپ ا ليكونومي ناسيونال ا لوفرتور دي بوست دو ترافاي، اون لي انفيت بور ديسكوتي لو سوجي. حوسوا على خدامين اكزاكتومون في لو بوست تاع ديزاينر، لي ويب ديزاينر، انا حوسوا عليهم اليوم في لو صالون. ويبقى دور المؤسسات الناشئة للنهوض بالاقتصاد الوطني مرهونا بدعمها وتمويلها. في الصالون هذا on a invité quelques start-up جاو لنا باش يحضروا باش يوريو المثال كيفاش نجحوا كيفاش بداوا من الفكرة حتى صنعوا لونتربريز. إذا كان اقتصاد يكون مؤسسات كثيرة وخاصة مؤسسات ابتكارية فنعرف أنه سيكون مزدهر في المستقبل. فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندنا تقريبا 1.5 مليون مؤسسات، وهو الجزائر تحتاج إلى 3 ملايين وأكثر مؤسسات. 40 مؤسسة مشاركة في الصالون من بينها مؤسسات ناشئة تقترح حوالي 3000 نصيب شغل خلال هذه الطبعة. يشهد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين البيض والمشرية تأخرا كبيرا في أشغال الإنجاز، فيما ترجع الشركة الأسباب إلى عوامل طبيعية، أما المواطن فيبقى مترقبا لهذا المكسب الهام. يقول يونس لك حلدي. خط السكة الحديدية الرابط بين الولاية المنتدبة مشرية وولاية البيض، تاريخ انطلاق الأشغال كان سنة 2012 في مدة أقصاها 44 شهرا، لكن نسبة الأشغال لم تتعدى 60%، وهي تراوح مكانها لسنوات لأسباب عديدة. أن المنطقة شبه صحراوية، عدم وجود مواد البناء الخاصة لإنجاز المشاريع، وكذلك تتعرض المنطقة إلى احتمال فيضانات، كذلك تتعرض المنطقة إلى خطر زحف الرمال، لذلك نوعا ما في الدراسات تعطلت. تأخر واضح في الإنجاز من طرف شركة أنفرافار التي تحصلت على المشروع بصيغة التراضي، والتي تحاول اليوم مضاعفة المجهود لتسليمه خلال الثلاثي الأول من العام الداخل. من أجل إنجاز أن بلان داكسيون وأن بلانينغ لكي نسترجع أو بور ريكوبيري لو روتار. من ضمن هذا لو بلانينغ وجدناه الحمد لله مع تعاون الجميع، نفرض على الشركات ولا أقول مضاعفة الإنجاز من ناحية الإمكانيات البشرية والمادية والآليات، ونفرض عليهم ماشي مضاعفة، لازم يضربوا الأشغال والإمكانيات فواتروا مينيموم. السلطات المحلية وسهرا منها على متابعة المشروع تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم مراحل إنجاز هذا الشطر الذي يخدم المواطن بالدرجة الأولى. حنا ماذا بينا جينا هاد الماشينه باش تكون يعني كوميرس، يكون سيركيلاسيون، تكون كل شيء. الخطر يزولي من المشرية البيض والاقواط ومو هذيك الجهه ما كانش الماشينه. من المشروع هذا تاع السكك الحديديه يحتاجوه بزاف، ماهوش غير في مشرية فقط، جا من الولايات المجاوره لولاية نعامه والولايه المنتدبه المشريه يحتاجوا النقل، خاصة في المسافرين في البضائع في كذا، خاصة المنطقة تاع البيض. الإجراءات المتخذة هي المتابعة الدائمة لهذا المشروع وإبلاغ صاحب القرار حوله، مساندة ومساعدة كل المتدخلين في إطار هذا المشروع لتقديم كل ما يستلزمه هذا المشروع لضمان استلامه قريبا.
مشروع مهيكل بأبعاد اقتصادية واجتماعية سيقدم إضافة ملموسة للولايتين بمجرد دخوله الخدمة. في شعبة الحليب وقف المدير الجهوي للتجارة بقسنطين عند وفرة مادة الحليب بأسواق الولاية ومدى التزام وحدات الإنتاج والموزعين بتوفير هذه المادة واسعة الاستهلاك. من قسنطين أمين بعطوش. هل حليب الأكياس متوفر أم لا وبالسعر القانوني؟ هو السؤال الذي سوف نجيب عنه من خلال هذه الخرجة التفتيشية والفجائية للمدير الجهوي للتجارة بقسنطينة. الوجهة الأولى ملبلة نوميديا وتقربنا من الموزعين. الحليب نديو كيديروا الكوطة يعطيونا الكوطة كما كانش كوطة نورمال ليبر واش تحب تدي تدي كما دوكا عندنا يومين لا ثلاث أيام نديو ليبر. لا كاين وفر الحمد لله. الدولة تاني تشوف معنا شوية حنا همش الربح تاعنا وما كانش زيرو ب 18 دور وما يشافر. لا بودرة اللي ديسبونيبل السوق هنا في قسم تاعنا رانا يعني تقدر تقولي 100% رانا ما عندنا حتى يعني دايرين بي وين شاك جور اون في لا تورني على الاحياء الكبيره الاحياء الشعبيه لا نوفيل فيل دونك ما عندناش مشكل يعني. ثم تنقلنا الى اماكن بيع هذه الماده الاستهلاكيه فكانت هذه هي الاصداء. قاعدين يسربيو لنا عادي صالي بو لا كونسيتي ساعات يعطيو لنا 100 120 وكانوا يحتموا لنا مع الحليب تاع البقره حوايج هكذا كيما اليوم جا قال لك شوف واش تهبط قلنا له البقره قال لك كيما تحب تحب تهبط ما تهبطش هبطنا عطانا لا كونسيتي اللي حبينا حنا قاعدين نلقاوهم في متوفر وي السعر 25 دينار وي ما عندناش القناعه كل واحد يجي هنا اقعدي بالك بنتي دقائق هنا ودركا يجيبوه وتشوفي كيفاه هات 8 هات 10 هات 11 فلا مضاربة ولا نذرة في حليب الأكياس بولاية قسنطينة وهو ما يؤكده المدير الجهوي للتجارة. لاحظنا أن عملية التحتيم ما لا توجد على مستوى هذه الوحدات وأعطينا تعليمات لمسيري هذه الوحدة لعدم بيع هذه المواد بمواد أخرى والتمويل راه عادي بالنسبة لهذه المادة حتى السعر هذه المادة راه محترم. وستشمل هذه الخرجات التفتيشية 7 ولايات أخرى من الشرق للوقوف على أي تجاوزات. وبولاية تيبازا تجربة فلاحية ناجحة تستحق التشجيع لزرع النباتات العطرية والطبية والتي تستخدم في مجالات عدة. التحدي رفعه شاب وزوجته بعد تربصات عديدة في المجال. خلاصة عملهما تطلعنا عليها إمام بوثلجة في هذا الربورتاج. بلدية أمراد بولاية تيبازا تتميز بنشاط فلاحي متنوع لاتساع أراضيها ومناخها المعتدل. محمد ونصير زوج قام بسلسلة من التربصات والتكوين في المجال الفلاحي لتحقيق نجاح في عملهم كمنتجي الزيوت الأساسية. زدنا درنا تربص في تربية النحل وزدنا تربص في الإكستراكسيون دي زويل إيسونسيال لي زويل فيجيتال. منطقة أمراد تزخر بعدة أصناف نباتية وغابية تتميز بخصائص طبية مفيدة. هذه الشجرة نصيبها في لاميديتيراني شجرة أغبيست يعني ما تطلعش بزاف عندها فوائد بزاف نستعملوا من اليونانيين كانوا يستعملوها بزاف احنا نقدروا نستفادوا منها لي في كما رانا درك نديروا باش نحوا لي زويلي سونسيال نوجدوا وحنا نجيبوا الماتيريال تاعنا اللي نسحقوا ما نسحقوش ماتيريال بزاف عندنا لو سيزو عندنا دي ساك دي ساك هادو باش نعمروا فيهم لي بلونط تاعنا ونعاودوا نولوا اللوكال تاعنا باش نديروا لا ديستيلاسيون. الزوج استفاد من قرض يسمح له بشراء العتاد الخاص باستخلاص الزيوت الأساسية وتعليبها في قارورات. نكون وجدنا لاشيدير تاعنا عندنا لالومبيك لالومبيك 200 لتر عندنا نعمروها بليفين طاسون بيان نغلقوها مليح عندنا هذا المبرد نبلاصو نشعلو. عالم الزيوت الأساسية والنباتات العطرية واسع وثري لما يحمله من فوائد في الاستعمال الطبي والتجميلي. في عملية تضامنية بادرت السلطات المحلية بولاية المدية لتنظيم قافلة تضامنية لتقديم المساعدات والتكفل الطبي بالعائلات المعوزة بمنطقة أولاد معروف النائية. المزيد مع ملك زجولي.
صعوبة المسالك المؤدية إلى فرقة ولاد معروف قد لا تضاهيها صعوبة العيش في أعالي جبال الكاف الأخضر. صمود عائلة مختار وحده من يجابه قساوة الحياة. احنا عايشين غير بالخبز، عايشين بصعوبة كبيرة، لا سكن لا خدمة، عايشين عيشة خاطية قاع، الماكلة ناقصة، كل حاجة ناقص، مش سمى نمشيو غير هكذا قبرك، المن يجيبو حاشاك الأحمر من البسيط من العين هذاك من هي. الماكلة ناكلو نهارات خبز نهارات طعام نهارات كل خضرة كيفي نهارات ما نتعشى واش ما كاينش. الدراري كاع مرضى. كيفاش هاي طفلة الفوق وهذا هو هنا. كيفاش هذا قبضته الحماعة وقعت وهذه راه ما بدات ما تلبس الحوايج. ماذا يخفي المستقبل لهؤلاء غير التفاتة تضامنية في وقت الحاجة الماسة إليها؟ يفك العزلة. الطريق خذناه باش يتسجل الطريق هذه اللي يربط سيدي ولاد معروف مع سيدي زيان، للطريق مسجلة. فيما يخص السكنات خذينا قرار باش نمدوا لهم كلها سكنات ريفية لتحقيق استقرار المواطنين وتثبيتهم في مناطقهم الأصلية، وهذا أيضا بتقديم إعانات عن طريق إعانات عينية لتربية الحيوانات. فجينا الريح في الليل بس نقابل الخوت ديالي طبقوا لي والله غابات قاعد والله ما نقلع حوالي قال ينطو قال زل الريح كي زل الريح بنوت. والحمد لله من اللي خلق لحنا هنا من اللي جيت ولا في العجنة ورفضنا السلاح ولينا على جو هربنا ولينا قلنا السلاح عندي المقحل انت على الدولة. قد لا يكون العيش سهلا في هذه المناطق الوعرة المعزولة، ولكن صحوة الضمير بأن رسالة نبيلة والتشبث بالأرض والوطن لا ثمن له. في موضوع آخر، أضفت عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي سلاسة على عملية دفع الاشتراكات والتصاريح وتحيينها، وهو ما لمسه أرباب العمل ووقف عنده التلفزيون الجزائري من خلال أبواب مفتوحة بالعاصمة. التغطية لفؤاد أحمد. ما بين 2,000 و3,000 تصريح سنوي للأجور والأجراء تم تحيينه خلال يوم واحد بوكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بساحة الشهداء، وحتى المدة لا تتجاوز دقائق، والخدمة حسنت منذ دخول عملية عصرنة القطاع. ما شاء الله الحالة راهي تسهلت بزاف مع المشتركين الضمان الاجتماعي. الاشتراكات رجعت تخلص بصفة برقم قياسي فترة زمنية جد صغيرة، وهذا مليح للمشاركات المشتركين والاعوان تاع الضمان. لا الحمد لله، ماشي كيما كانت بكري كان فيها بزاف مشاكل سيدي الاخطاء. دوكا لي زيرو ديرهم في البيرو عندك ولا في المكتب تاعك تصححهم، جانا ما شاء الله خوف ما ديرش قد ديبو ما من دقيقه زوج دقائق. هذا الاستحسان من طرف المواطنين يرجع كذلك إلى توسيع مكاتب وشبابيك المراكز، إضافة إلى أيام العطلة التي ستنتهي إلى غاية الجمعة مساء لهذا الغرض. حتى إيداع تصريحات تاع الأجراء، إيداع تصريحات الأجراء تاعو وين يعني يقدر يديكلاريهم، يقدر كذلك يجيب لا ميزاجور، يقدر كذلك يشوف إذا كانت هناك أخطاء عن بعد، وهذا في إطار العصرنة من جهة التقرب من لرب العمل وكذلك القضاء نوعا ما على البيروقراطية. وعلى هامش هذه الأبواب المفتوحة ينتظر الانتهاء من عملية تصريح على الأجر والأجراء لأرباب العمل غدا، مع التأكد على المعنيين التوجه لاستكمال ملفاتهم كآخر أجل. دوليا، أعلنت جزر موريس انسحابها من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة والتي ينظمها المغرب بمدينة العيون المحتلة حسب ما نقلته مواقع رياضية. وكانت جزر موريس قد دعيت للمشاركة في هذه المنافسة لتحل محل جنوب إفريقيا التي قاطعت من جهتها هذه الدورة. في الشأن الفلسطيني، اقتحمت فجر اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة المسجد الأقصى المبارك، حيث هاجمت المصلين أثناء خروجهم من المسجد. الهجوم خلف إصابة أكثر من 10 مصلين بالرصاص المطاطي، كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت بأكثر من 7 صواريخ أراض زراعية غرب رفح جنوب قطاع غزة.
هذا وتتوالى ردود الفعل الدولية الرافضة لما يسمى بصفقة القرن والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، حيث أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن مسعى المفاوضات سيصبح مستحيلا في حال تطبيق الصفقة التي اقترحتها الولايات المتحدة. وبخصوص تفشي فيروس كورونا القاتل، تم تسجيل 213 حالة وفاة وإصابة ما يقارب 10,000 شخص إلى غاية اليوم. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس حالة الطوارئ ببعد دولي، في حين قررت العديد من الدول تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين، واعتزمت روسيا غلق حدودها مع هذا البلد. دوليا دائما، وبعد علاقة قاربت نصف قرن من الزمن وبعد مفاوضات مضنية وطويلة لفك الارتباط عن التكتل الأوروبي، بريطانيا رسميا خارج الاتحاد الأوروبي، حيث منح الاتحاد الأوروبي موافقته الأخيرة على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الذي يسري بشكل نهائي اعتبارا من اليوم. وكانت بريطانيا قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 73 من القرن الماضي، حيث أنها تساهم ب 15% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي. عودة الآن إلى أخبار الوطن، ونختم النشرة بالحديقة العمومية لمدينة سيدي بلعباس. فضاء إيكولوجي يعرف إقبالا مكثفا للعائلات التي تبحث عن الهدوء والهواء النقي، تقول فتح بورا. هنا يجد الأطفال ظلتهم من لعب ولهو واستمتاع بالطبيعة. الحديقة العمومية لمدينة سيدي بلعباس متنفس للجميع، بالإضافة إلى بعدها التاريخي. هنا رانا نجو نلعبو، خاصنا ما أرجوحة، خاصنا باش نلعبو، خاصنا شعر من حاجة، خاصنا الألعاب وخاصنا الأسطاد، ونشكرهم اللي خدمونا الحديقة. حيوانات خاصنا نلعبو مناس، زيدونا الألعاب وزيدونا الحيوانات، هنا جينا باش نلعبو هنايا. كيكون نهار شباب هكا نعيطوا لحبابنا ونجوا هنا نتلاقوا، نجيبوا قهوه، نجيبوا صوالح، ولادنا يلعبوا ويفرحوا. مدينه سيدي بلعباس مدينه جميله جدا، وهذا لو جاردان سي ان بلس اون فادير كو سي اون كلكو سورت سي ان بومون بور لا فيل. لما نذكر يعني الحديقه العموميه تاع ولايه سيدي بلعباس، هذا المكان هو معلم للتاريخ. 7 جويلية 1961 لما ذكر سوستال ذكر باللي الاستقرار راه في المنطقة سيدي بلعباس، الجبهة ذاك الوقت قررت باش تضرب اللفيف الأجنبي في بيته، لأن الحديقة العمومية راها قريبة لها الثكنات. المشاريع الترفيهية على قلتها بالمدينة ستدعم بأخرى توفر خدمات للشباب خاصة. مستقبل إن شاء الله باش هذا المرفق هذا يولي مدخل، يعني يولي راحة أولا للعائلة تستفاد منها عائليات، وكذلك يعني مناصب شغل، يعني الاستثمار كذلك. لازم نزيدو في لي بلونطاسيون في الغرس تاع الأشجار، والحاجة اللي هي بوزيتيف en ce moment c'est le retour à les familles. الحديقة العمومية تجسد الاستراتيجية المسطرة لجعل سيدي بلعباس ولاية إيكولوجية بامتياز تحافظ على التوازن البيئي. ختام هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. إجماع مطلق على أن حل الأزمة الليبي الليبي في أشغال القمة الثامنة لرؤساء دولي وحكومة اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. والوزير الأول عبد العزيز جراد يجدد التزام الجزائر وسعيها لإيجاد تسوية سلمية في البلد الشقيق والجار. وكما تابعتم، قافلة تضامنية لتقديم المساعدات والتكفل الطبي للعائلات المعوزة بالمناطق النائية بولاية المدية. والتلفزيون الجزائري يقف عند سير العملية بمنطقة ولاد معروف. و
وتابعنا أيضا الحديقة العمومية لمدينة سيدي بلعباس، فضاء إيكولوجي وفسحة للعائلة الباحثة عن السكينة والهدوء. نشاطنا تمت، السلام عليكم.